رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لحيكم لحيكم مهجتي جانحة ونحوكم مقلتي طامحة وأستنشق الريح إن نسمت فبالأنف من نشركم نافحة. وكم لي على حيكم وقفة وعيني في دمعها سابحة تعاين أشباح تلك الوجوه فلا برحت نحوكم شابحة. وكم ظبيات بها قد رعت بقيصوم قلبي غدت سارحة. وكم ليلة بسمار الحبيب شؤون الغرايام لها شارحة. تقضت تقضت ومن لي بها لو تعود فكيف وقد ذهبت رايائح. وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رايحة. وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحة كما عاد مسلم بين العدا. يا غريب وكبدا جايا يا رسول حسين رسول حسين ونعم الرسول. قول إليهم من العترة الصايا آيا لحا. لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة. وقد خذلوا وقد أسلموا
أوه وغدرتهم لم تزل وايا ضحى. لنبكي لها بمذاب القلوب، فما قدر أدمعنا الماء يا لحقا. بكت كدما بكت كدما يا ابن عم الحسين، أين مدامع شيعتك السايا لأنك لم تروى من شربتين، أين ثناياك فيها غدا الطايا يا إحا. أتقضي ولم تبكي كالباكيات، أتمع لك في المصر منا يا إحا. رموك من القصر إذ أوثقوك، أوك فهل سلمت فيك من جايا يا رحى. وسحبين وسحبا تجر بأسواقهم، أيم ألست أميرهم البارح أو لئن تقضي نحبايا، فكم في زرود عود عليك العشية من صايا يا إحايا. أون من العظم بسل وهاني وهاني، وجفني ما غمض ليلة وهاني يا وسف رجل المسلم، وهاني بحبل بالسوق شدوهي نسوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. صدق الله العلي العظيم. لقد حكى الله سبحانه وتعالى لنا كيفية المؤامرة التي قد تشكلت لقتل موسى ابن عمران عليه أفضل الصلاة والسلام، أخذا بثار القبطي الذي قتله موسى. إذن الآية في صدد المؤامرات السرية،
خلي نشوف خلاصة القضية شنو. خلاصة القضية يعني اللي من أجلها، السبب اللي من أجله نزلت الآية الكريمة. خرج موسى عليه أفضل الصلاة والسلام فرأى رجلين وقد اشتبكا، اثنين مشتبكين جاي تهاوشون، واحد قبطي والآخر إسرائيلي. الإسرائيلي يعني يعترف بنبوة موسى، والقبطي يعترف بربوبية فرعون، يعني يقول فرعون هو الرب، هو الذي يحيي ويميت، لأن فرعون بنفسه كان مدعي الربوبية. صريح القرآن: ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. كان هو مدعي الربوبية، يدعي انه هو الذي يحيي وهو الذي يميت، وكل واحد يجيبه يسأله، يحضر الناس امامه يسألهم. لما يودي على واحد يسأله قال له من ربك، لازم يقول فرعون. من الذي يحييك؟ فرعون. من الذي يميتك؟ من الذي يرزقك؟ لازم الجواب فرعون. اذا صار ما يقول فرعون، صار يقول مثلا ربي الله رأسا ينيموا على الأرض ويضربون أوتاد حديد بإيدي ورجليه ويمشط جسده بأمشاط من حديد فيتقطع لحمه، وفرعون ذو الأوتاد. ذو الأوتاد بنص القرآن، فرعون ذو الأوتاد يعني اللي ما يعترف برب يضرب أوتاده ويعذبه. وبهذا العذاب عذب زوجته آسية بنت مزاحم حينما رآها تعبد الله ولا تعترف بأنه رب. موسى عليه السلام كان خارج، وهذا الرجل الإسرائيلي يعني اللي يعترف موسى نبي وأن الله موجود وموسى أرسله الله، وهذا الآخر قبطي يعبد فرعون مشتبك مع الإسرائيلي يريد قتل الإسرائيلي. فاستغاث بموسى، منو؟ يعني هذا الإسرائيلي اللي هو من جماعة موسى. موسى كان قوي الساعدين، بيد عصا، العصا مالته، استغاثه استغاثه على ذلك القبطي فوكزه موسى بعصاه، ضربه ضرب قضى عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه فقضى عليه. بنص القرآن ضربه ضربه وقتله. زين، فصار فرعون يتجسس على قاتل القبطي، رجع يعرف القبط منه اللي قاتل هذا. فأصبح موسى خائفا يترقب. في اليوم الثاني طلع موسى شاف هذا صاحب الإسرائيلي وقد اشتبك مع قبط آخر، جاي مشتبك له قبط ثاني، فأشقياء يعني. زين، صور هذا طلع موسى شاف هذا، هم استغاث مرة ثانية يعني تعال خلصني من هذا اللي يقتلني. قال موسى انك لغوي مبين. انت كل يوم تشابك يا واحد، واراد ان يبطش بالقبطي. هذا الاسرائيلي ما عنف بالحجاية، قال له انك لغوي مبين، ظن ان موسى يريد قتله، ما يريد قتل القبطي، بناء يريد قتله. قال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ شاع القضية، فشاع الخبر بأن موسى هو الذي قتل القبطي. طبعا هذا القبطي كان يعبد فرعون وكان يريد قتل الإسرائيلي، وبما أن هذا موحد وذاك مشرك واستغاثه فقتله.
يعني صار قتله بوجه جائز، لان ذاك ملحد واراد قتل رجل موحد معترف بنبوة موسى واستغاثه، فلهذا قتله، دفعه ابعده عنه فقتله. فشاع الخبر عند فرعون بان موسى هو الذي قتل القبطي، فجلس جماعة هناك للمؤامرة على قتل موسى ابن عمران. فاذا لما سمع رجل بهذه المؤامرة اقبل يسعى، اجى رجل بصريح الآية، وجاء رجل من اقصى المدينة، يعني مدينة فرعون، يسعى يعني يمشي بسرعة، قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فاذا الآية الكريمة في صدد المؤامرة. زين، المؤامرات يعني بنص الآية تعرفنا انه يجد الى خطر، والمؤامرات من القدم يعني موجودة من اقدم العصور، يعني المجتمعات لما تتحول من طور البداء وافرض الى طور المدنية تكثر فيها المؤامرات، تكثر فيها المؤامرات، والمؤامرات اعظم سلاح، اعظم خطر يهدد سلامة النظم، شنو؟ المؤامرات. وغالبا المؤامرات تقرن بفقد الانفس، والانفس وتعقد المؤامرات بصورة خاصة على الانبياء واوصياء الانبياء، لان احنا نلاحظ اول مؤامرة صارت بالاسلام، اول مؤامرة خطيرة كبيرة، يا مؤامرة، مؤامرة قريش ضد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء النبي وأظهر الإسلام أمامهم، وكانوا يسمون النبي، يسموه الصادق الأمين، لكن لما بعث بالرسالة صار ساحر كذاب مجنون. بين الصادق الأمين وبين ساحر ومجنون وكذاب ايش قد فرق؟ فرق كبير يعني. زين، تصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث وصار يبث رسالته، وصارت الرسالة تأخذ طريقها، وأسلموا جماعة، قريش صاروا يلاحقوهم ويعذبوهم. وأنا أكد لك يعني إذا أكو إسلام، الإسلام إنما قام بأولئك الرجال، لأن ذولاك يعني الواقع حملوا فالتعذيب، وما وحصح منهم أنا مارد الإسلام أو لا، أو أكون على جانب من الإسلام. شوف الصور، يعني إيش أكو أكثر من واحد يقلعون عينه؟ هذا عثمان ابن مضعون، عثمان ابن مضعون من أصحاب النبي، وكان بجوار الوليد بن المغيرة رئيس قبيلة. هذا شاف المسلمين يعذبوهم وهو ما حد يعذبه، ليش؟ شو ما حصل الاختبار؟ قالهم القريش ترى أنا خرجت من جوار الوليد بن المغيرة، ترى مو بناكم تهابوني من ناحية أن الوليد بن المغيرة جاري وتخافون مني من هالناحية، تخافون من عنده هو. أنا خرجت من جوار الوليد بن المغيرة، اتحامل عليه فتشاب من قريش ضربه بسهم فوقع في عينه، اطفأ عينه اليمنى، اطفأ عينه. تفتى الوليد بن المغيرة قال له ويحك، كنت امن، انت امن وبجواري وهي راحت عينك اليمنى؟ قال ان الاخرى فقيرة لما اصابت اختها، يعني لو ثنم تطفأ في سبيل الاسلام هذا عندي شيء قليل. صور دول ايش قد تحملوا، احنا كناها بارده، كل شيء ماكو، ها كل شيء ماكو، يعني جينا خالص القضيه. دول قدموا نفوسهم، قدموا نفوسهم يعني للدين، فداء للاسلام، وتعذبوا وراحوا. فاضطر النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ان يخليهم يهاجرون، وبالفعل هاجروا
للحبشة، كروا سفينة كبيرة وركبوا 84 واحد بها وراحوا إلى الحبشة إلى النجاشي، بقوا هناك حوالي 12 سنة إلى أن رجع النبي للمدينة وصارت واقعة خيبر. يلا رجعوا، راحوا صاروا لاجئين هناك عند النجاشي عند ملك الحبشة. فلما النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاف قريش قامت تلاحق المسلمين وأبعدهم وراحوا للحبشة، اضطروا قريش يقومون بالمؤامرة مالتهم، مؤامرتهم ضد النبي، يعني القضاء على النبي، لأن المؤامرة لغة المشاورة. أرى الناس في كل حادثة وفي كل أمرهم يؤتمر، يعني الناس في كل حادثة تصير بدون يقضون على واحد يحضرون للتآمر والمشاورة. صارت قريش تعقد الندوة مالتها للقضاء على الإسلام فد مرة، لأن إذا قضوا على محمد قضوا على الإسلام. اجتمعوا وين؟ بدار الندوة. دار الندوة اجتمعوا بها 40 رجل، 40 رجل من أكابر قريش. وأقبل إبليس بصورة شيخ نجدي، جاء إبليس بصورة شيخ نجدي من أهل نجد يتوكأ على عصا، شيخ طاعن بالسن، أقبل وقف على الباب، طرق الباب، طرق الباب، طلع واحد قال له ماذا عندك؟ قال له والله أنا جئت لأحضر معكم، سمعت عندكم أنتو ندوة لعلكم تسمعون مني رأيا صائبا، دخلوني وياكم عندي فد رأي صائب لعله تسمعون مني فد آراء صائبة ما ضركم. وبالفعل طب داولوا بالآراء، كلما ينطون نظرية يفندها الشيخ النجدي وينطيهم الأدلة على ذلك، يعطيهم الأدلة الصحيحة ويقنعهم. قالوا من جملة مؤامرتهم، قالوا الأحسن ويا محمد نذبه بسجن، نسجنه ونقفل عليه باب السجن. التفت لهم الشيخ النجدي قالهم ويحكم هذه نظرية سقيمة. قالوا له شلون؟ قالهم قريش انتوا تسوون القضية بني هاشم أقاربه، شلون يمكن يخلوه مسجون؟ يجون يكسرون باب السجن ويطلعوه ويقع القتال ما بينكم وبين بني هاشم. قالوا زين الراية نطلعه ونذبه ويا الأعراب خارج البلد، نطلع يعيش مع الصعاليك ومع الأوباش. فتبسم الشيخ، تبسم، قالهم وهذا الرأي أوهى من بيت العنكبوت. قال له شلون؟ قالهم محمد لبق وفاهم، وتطلعوا لها الأوباش راح يقشمرهم، وبعد أيام يجيب لك الرجال والسلاح ويقاتلكم ويطب إلى مكة ويكسر رؤوسكم. زين ذولا كل ما يعطون نظرية قالوا زين شاء واحد يروح ليه قتله؟ طبعا هو قتله. قالهم هذا اللي قتله طبعا من قبيلة، وذولا بني هاشم يخلون قاتل محمد عدل لازم يجون يقتلوه، منو منكم يعني يذبروا على الموت؟ منو منكم عايف الحياة؟ وقبيلتهم راح تتعرض إلى عقوبة. ذولا بعد كل نظرية يجيبوها يفندها ويعطيهم الأدلة على ذلك، سكتوا بعد ما حيتكلم. يعني كلما ينطون رأي يفنده بالحجج ويقنعهم. قالوا والله هذا الشيخ هو بركة علينا هذا، لأنه انطانا فد آراء صحيحة بالموضوع. زين فأخيرا قالوا له الرأي رأيك، انت رأيك شنو؟ يعني بعد ما عدنا هاي آراءنا وانتهت الحيل، كل ما عدنا من حيل أعيت ما عدنا شيء.
قال لهم الراي عندي. قالوا له ايه شنو رايك؟ قال لهم كل عشيرة طلعوا رجل واحد من كل عشيرة كل قبيلة، وحتى من بني هاشم جيبوا ابو لهب. هذا عم رسول الله وكان كافر يعبد الصنم، وعم اخو ابوه ابن عبد المطلب ابو لهب، هذا عبد العزة اللي يكنى ابو لهب، وورد القرآن تسميته باللقب ماله، تبت يدا ابي لهب، ولا اسمه عبد العزة، وكني بابي لهب لان وجنتيه كانتا تلتهبان من الجمال. زين، فهذا ابو لهب جيبوه. بالفعل من كل قبيلة تجيبون واحد، وحتى تهجمون عليه بالليل على داره وتقتلوه بضربة واحدة، فيذهب دمه هدرا ما بين القبائل. فحتى بني هاشم اذا رادوا يحشون هم ابو لهب من عندهم هم وياهم، ما يقدرون يحشون بعد، كل قبيلة ما تقدر تحشي نهائيا، لان من كل قبيلة رجل. بني هاشم اذا رادوا يحشون يقولون تعالوا انتم لكم يد بالقضية، لان ابو لهب هم وياهم. وهذا هو الرأي الصحيح، يذهب دمه هدرا ما بين القبائل. قالوا له هذا هو الرأي الصحيح، صوتوا على هذا وطلعوا من دار الندوة وصمموا على تنفيذ المؤامرة، وهبط الوحي السماوي، جبرائيل أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم يمكرون، الله مو مكار، لكن المكر من الله إنزال العقوبة بهم. ويمكرون ويمكر الله، يعني هم يمكرون بالحيل، لكن الله تعالى يرد كيدهم لنحورهم. المكر من الله إنزال العقوبة، والله خير الماكرين. وأمره أن ينيم علي بن أبي طالب على فراشه، فأحضر النبي علي بن أبي طالب وقال له: جبرائيل أخبرني بأن القوم يريدون قتلي، وإن الله أمرني أن أأمرك أن تبيت على فراشي تقيني بنفسي شر الأعداء. قال له: أو تسلم يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقا. قال لي هذا حج هاشم الكعبي، يقول: فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا، تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، ووطيت ليلته وبت معارضا للنفس لا فشلا ولا رعديدا، رقبوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا. بات تلك الليلة علي بن أبي طالب على فراش النبي مشتملا ببردته الخضراء، ملتحفا بذي الفقار معه. وخرج النبي، ذول وين واقفين؟ على الباب قاعدين بالليل، قاعدين حتى يصير ويا الفجر ويهجمون على النبي ويقتلوه. فالنبي خرج وقرأ الآية: وجعلنا من بين أيديهم خلف سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ورشقهم برمية من الحصى ولم يشعروا بذاك. خرج ومضى، ذولا صاروا نصف الليل يهجمون على النبي. أبو لهب قالهم: لا، إن في البيت عيال، خلوا الفجر أحسن، عنده فد رواسب بقية. الحاصل مسألة الكفر وحد، ومسألة تحريك غيرة وحد قبلية. قالهم البيت بعيال، والآن مو صحيح الهجوم عليه، لكن دعوا ينفجر عمود الصباح أو قبل ذلك بقليل ونهجم. وبالفعل قاربوا الفجر وكسروا الباب ودخلوا. 40 واحد دخلوا للدار،
شافوه نائم على فراشه أرادوا أن يضربوه بالسيوف. التفتوا جماعة قالوا لا مو صحيح، هو نائم ما راح يشعر بآلامه، ضربة ضربة واحدة ويموت، خلي نوقظه نوقظه عن النوم، الآن هو راقد نائم، نوقظه اللي يقعد وحتى نقطع قطعة قطعة ويشعر بآلام. هذا نائم ورأسه نقتله ويموت ما راح يشعر بآلام. فإذا أوقظناه من نومه حتى نقطع جارحة جارحة نعرف شلون نعذب احنا. أقبل إليه رجل منهم أوقظه، قم يا محمد. فقام علي بن أبي طالب يحمل سيفه ذا الفقار وحمل عليهم، فنفروا كالغنم إذ شد فيها الذئب. قالوا هذا علي بن أبي طالب، وأين محمد؟ محمد وين؟ قال خلفتموني عليه رقيبا، من سره أن أفري لحمه عن جلده فليتقدم. فهرب القوم من الدار ولم يقفوا بوجه الإمام علي بن أبي طالب. هاي المعامرة اللي دبرت لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المؤامرات مثلا اكو بعض المؤامرات اللي تنشأ يراد بها انقلاب النظام، باعتبار النبي عند النظام جعفر بن محمد الصادق. تشكلت فد مؤامرة ايام الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مؤلفة من عبد الكريم ابن ابي العوجاء وابو شاكر الديصاني وابن المقفع وعبد الملك البصري. ذولا زنادقة، زنادقة هم فلاسفة لكن بنفس الوقت زنادقة. ذولا مؤامرتهم بدون يقلبون العقيدة ايام الامام الصادق سلام الله عليه. قعد ابن المقفع وجايينهم لوين؟ المكة. وهذا النفاق فالبلاء. واكو واحد عندنا مؤمن واكو واحد عندنا كافر واكو واحد منافق. المؤمن مثل ابو ذر خلصان منها، تظاهره وباطنه سواء. والكافر مثل ابو لهب ام خلصان منه، لكن تعال هلما جرا الى المنافق مثل ابو سفيان. هذا النفاق. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا النفاق. يوالمون محمد، أنت نبي، نبي حق، نعم، راحوا عن محمد صاروا ويا جماعتهم ساحر كذاب، هذا قشمرنا. يعني هذا وجهين، وهذا بلاء الإنسان ترى لما يصير وجهين بالمجتمع ما تأمن من عنده. يعني صور، لأن هذا الشاعر يقول فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. يو أنت عدو إلي، يو أنت محب إلي، انت ما يصير امامي شيء وبالوراء شيء. مو هذا بلاء؟ هذا النفاق بلاء. ذولا منافقين والناس يحسبوهم مسلمين وجايين للحج، وهم جايين يقلبون نظام العقيدة الاسلامية مؤامرتهم، والناس شوفوهم جايين حجاج ومع الحجاج جايين وباسين سموم للاسلام. يلتفت هذا ابن المقفع، يلتفت ابن المقفع الى ابن ابي العوجاء عبد الكريم ابن ابي العوجاء، قال له شوف هذا المجتمع، هذا المجتمع ما فيهم احد من يستحق الذكر الا ذلك الجالس، واشار على الامام جعفر بن محمد الصادق. قال له شوف هالجماعة، هذا هالسواد جايين المكة، ذول كلهم ما يفتهمون، كلهم ما عندهم شيء، ما منهم من يستحق الذكر، بين ذكر نهائيا، ذا اشبه شيء بهائم، ذولا مو بشر يعني،
قال له بس ذاك الجالس. التفت لمنه؟ ابن ابي العوجاء. قال له ولم خصصت هذا من دون هؤلاء؟ يعني هذا هم مثلهم ما يفتهم. لما خصصت هذا من دون هؤلاء؟ قال لا، هذا يحمل علما جما. قال لا امضين اليه ولا اسالنه. التفت لابن المقفع قال لا لا تروح، اخاف ان يفسد عليك عقيدتك. قال له بس تروح هذا يفسد عليك عقيدتك. قال لا والله انه كلامك هذا مو صحيح، لكن انت تكلمت هالكلمة حتى لا يضعف رأيك عندي. ها؟ قال له اما اذا كان لابد امضي اليه روح. راح هذا ابن ابي العوجاء ورجع، رجع التفت الابن المقفع قال له ان يكن احد في الدنيا روحاني يتجسد بجسد فهو ذلك الرجل. قال له ما هذا ببشر، ما هذا إلا روحاني يلبس ثياب جسدية. قال له وكيف؟ قال له أنا حضرت يمه، لما حضرت عنده والناس انفضوا لا يعرفني ولا شايفني، التفت لي قال لي يا ابن أبي العوجاء، رأسا نطق باسمي، يا ابن أبي العوجاء إن كان القول كما نقول وهو على ما نقول فقد سلمنا وهلكتم، وإن كان القول على ما تقولون وليس على ما تقولون فلقد ساويناكم. قلت سيدي قولنا وقولكم واحد؟ قال لا، نحن نقول إن السماء عمرانا وفيها خلق وأنتم تقولون خرابا وليس فيها شيء، ونحن نقول إن لنا ثوابا وعقابا ومعادا وأنتم تقولون ليس هناك شيء. يقول أنا شفته في الصدفة هذه، قلت إذا كان ذاك لما احتجب عن نفسه ولو باشرهم كان أقرب إلى الإيمان. يعني إذا الله موجود ليش يودي أنبياء وهو يراوي نفسه للمجتمع ويحاجيهم ويكلمهم؟ ليش يودي أنبياء ورسل ولو هو يباشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان؟ لما احتجب عنهم؟ التفت للإمام الصادق قال له وكيف احتجب الله وهو القائل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويحك، لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. قال العيون، العيون أحيانا ما تدرك أشياء، أمامنا أشياء ما تدركها. واحد أفرض نائم الآن يمك، العين والأذن مو كل شيء تشوف. شوف مثلا المسلمين كانوا يطبون عن النبي يشوفون دحية الكلب قاعد يمه وهو كان جبرائيل تشبه بصورة دحية. الآن مثلا واحد يمك قاعد يمك نايم صفك ويشوف نفسه بالنوم وراء الحيات والعقارب والديدان والسباع وتتناهش من لحمه ويصرخ صراخ عالي ومع ذلك لا تشوفه ولا تسمع. فهاي العين والأذن مو كل شيء تشوف وكل شيء تسمع الأذن. فالإمام الصادق لما ناقش بمناقشة علمية رجع هذا مخذول بالفعل. وذول الزنادقة ارادوا يموهون على المجتمع بأنه يقعدون هالأربعة كل واحد يأخذ له ربع من القرآن ويبنده، يعني يخطئ القرآن. راحوا هالأربعة ما زاولوا لو عمل، قرروا إلى سنة كاملة أن كل واحد يأخذ ربع القرآن ويفنده، يبدي به فد مطاعن. راحوا إلى سنة، اجتمعوا بعد سنة بالمسجد بالبيت مكة، طبعا يتهامسون، هذا المنافق ما يقدر يجاهر بنفاقه، يحجب هذا. لما يمر الإمام الصادق يسوي روح لا، هو يحب الإمام الصادق وهو مع الدين لكنه يتهامس ويا جماعته. واحد قال
هم اجتمعوا طبعا يشوفون الهدف من اجتماعهم مال سنة كاملة شنو. قال واحد انا اجتماعي سنة مشغول بهذه الآية، سنة كاملة انا مشغول بعذوبة هذه الآية. شنو الآية؟ وقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي. زين، اختلط ماء السماء بماء الأرض طبعا أيام الطوفان، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. اختلط ماء السماء بماء الأرض. زين، وقلنا يا أرض ابلعي ماءك. يقول أنا بقيت معجب في عذوبة الآية، شلون هنا الأرض تبلع ماءها التي أخرجته وقد امتزج ماء السماء بماء الأرض. أنا معجب بفصاحة الآية وبلاغتها، منذ سنة كاملة أنا أفكر بعظمتها. الثاني يقول أنا هم صار لي سنة كاملة بآية وأشغلتني هاي الآية ومشغول أنا بعذوبتها وفصاحتها، رد أسوي مثلها ما قدرت. شنو؟ يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يقدرون على شيء وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. انا بقيت سنة كاملة بعذوبة الاية، الثالث هم عنده اية، الرابع عنده اية، يتهامسون بيناتهم. واذا كل واحد الى سنة كاملة هو معجب بفصاحة الاية يتهامسون. ومر الامام الصادق، مر الامام الصادق قرأ الاية، قل لئن اجتمعت الانس والجن على اياته بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واحد الثاني اخذ يخاطبه يقول له هذا ايش مدري، شلون يدري احنا الان مجتمعين نريد نقلب عقلية الاسلام، لان هم الهدف الاكبر القرآن، اذا صاروا يقضون على القرآن قضوا على الدين. قال لك هذا ايش مدري، احنا الان جاي نحكي بالقرآن وريد ان نفسد القرآن، شلون عرف هذا؟ زين، مثلا طبعا المؤامرات اقسام، من المؤامرات ما كانت شر، اكو مؤامرات تصير شر واكو مؤامرات تكون خير، بدون يحررون المجتمع من العبودية ويرفعون كابوس الظلم. من جملة المؤامرات اللي هي المسلمين سعوا بها الى التحرير من الظلم والعدوان، مؤامرة اهل الكوفة ضد حكومة معاوية ابن ابي سفيان. صور، لان سياسة معاوية، ان سياسة معاوية القاسية الرعناء من جراء نقض عهده للامام الحسن سلام الله عليه، تركت الشيعة ترزح تحت نير الاضطهاد، فأوصال تقطع وأعين تسمل وبمشهد منهم أرجل مفصولة، وعلى المشانق أنفس مزهقة وفي أعماق السجون أعناق مغلولة، وبأرجاء الفلوات أناس مشردون، وعلى أطراف الرماح أرؤس مشالة، يوم كان ابن سمية عارفا بهم منذ العهد العلوي، فتتبعهم ونكل بهم وأوقع فيهم. سوى معاوية عمالة بالكوفة، زياد هذا عامل ماله الموظف ماله على الكوفة، زياد، زياد ما إلى أبوه، كانت عائشة تسميه زياد ابن أبيه، ما ينعرف إلا أبوه، لأن ستة أنفار وقعوا على أمه، فتلقيحة من ست أنفار ما ينعرف إلا من يعني.
زياد هذا خلاه الوالي على الكوفة. زياد صار يعذب اهل الصلاح. يعني مر لك دور بالكوفة اذا الرجل قالوا على من شيعة علي ابن ابي طالب اريق دمه وسلب ماله وهدمت داره. لاحظ يعني يرمى الانسان بالزندقة والكفر مردور يعني اضطهاد على الشيعة بايام معاوية مردور فظيع. يعني رجل يرمى بالزندقة يرمى بالكفر. فلان يهودي يسلم على نفسه، فلان مسيحي يسلم على نفسه. وبالفعل كانت بالكوفة جالية يهودية ونصرانية ما حد تعرض لها نهائيا، لكن اذا قالوا هذا من اعوان ابي تراب راح تاد حسبته، داره راحت وامواله راحت وتعرض للاضطهاد والارهاق. بس يقول هذا من اعوان ابي تراب، هذا يحب علي ابن ابي طالب. معاوية 20 سنة على الشام، يعني 20 سنة خليفة بس، وإلا 20 سنة موالي من قبل الخلفاء، ف40 سنة وربالك أهل الشام على بغض علي ابن أبي طالب، ورباهم على بغض علي نشأوا. حتى واحد يقول أنا طبيت بالشام شفت لي واحد يصيح يا حسن يا حسين يا علي، تعال شنو هاي الناس صيحون يا معاوية يا مروان، سمي اسماء اولادك بعلي وحسن وحسين ليش؟ قال ذولا مجانين اللي يسمون اولادهم مروان ومعاوية وخالد، مجانين ذولا. ليش؟ قال لانه لما يسب خليفة، لكن انا سميت اولادي باسماء اعداء الله، حتى لما اشتمهم انا اشتم عدو من اعداء الله. لاحظ يا اخي، ترى الشعوب شلون تتربيها؟ تتربى. شلون تربيها؟ تقدر تربيها. يعني الشعوب وديعة بيد من ترأسها. شلون تحب تربيها الشعوب هذه؟ تتربى، تربيها على الفسوق على الفجور، الناس على دين ملوكهم. شلون يريد يربيهم هذا؟ يقدر يربيهم، يربيهم على الفساد، يربيهم تربية دينية صحيحة، يقدر يكيفهم كيف يشاء. صور معاوية علي بن أبي طالب بنفسه، هو بنفسه. صارت واقع الصفين، وإذا 20,000 واحد بس من اهل العراق راحوا، 50,000 من اهل الشام، نعم 70,000 واحد راحوا بسبب معاوية ابن ابي سفيان. واقع الصفين، واقعة الخوارج منين صارت؟ صارت جزء من صفين، كلهم ورا معاوية. هذه 20 سنة خليفة واخذ الحكم بمن اخذ؟ ترى بالاطماع، والا ما معاوية ويزاحم علي ابن ابي طالب. للإمام علي إلى كلمة يقول أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية، لكن بالأموال، نعم بالأموال. قابل الإمام علي ابن أبي طالب سلام الله عليه بالأموال. زين، بنفس الوقت معاوية قام ببعض القضايا. شنو القضايا مثلا؟ قام أنه أعلن البيعة إلى ابن يزيد، جعل الحكم الى يزيد من بعده، الخليفة من بعده يزيد بن معاوية. حارب علي بن ابي طالب، سمى الحسن ابن علي سلام الله عليه. لهذا تلقى مثلا وضع الكوفة هواية تأزم، تأزم شديد. الحسن ابن امير المؤمنين سلام الله عليه كان معاوية انطى شروط، والحسن ما بايع معاوية إلا واشترط عليه شروط، ومن جملة الشروط أن لا يعلن البيعة لولده يزيد، وأن يترك سب علي ابن أبي طالب، وما قام بهن. قال معاوية
انا اعطيت شروطا، اعطيت شروطا للحسن كلها تحت قدمي لا افي بشيء منها. اعرف يعني هاي نفسية معاوية شكل عينا زين. فالكوفة بس يعني ما صارت شيء على معاوية الا بعد هلاك معاوية. هلك معاوية استنشق الكوفيون روح الامن وصاروا يتآمرون حينما صار الحكم الى يزيد بن معاوية. لما صار الحكم الى يزيد هناك اجتمع الكوفيون في دار سليمان ابن صرد الخزاعي. اجتمعوا بدار سليمان ابن صرد الخزاعي وحينئذ قام سليمان يخطب فيهم. قام يخطب قال لهم ايها الناس ان معاوية قد هلك وان الحسين قد تقبض عن بيعته، يعني الحسين ما باع يزيد، وعلمت انه خرج الى مكة هاربا من طواغيت آل ابي سفيان، فان كنتم ناصروه ومجاهدوا انفسكم دونه فقولوا ماذا عندكم. تفتوله قالوا له نبايعه. قال لهم لازم تكون البيعة صحيحة، اذا كان البيعة شكلية ما نكتب للحسين. قالوا لا نبايعه على ان نقاتل ونقتل دونه. بالفعل كتبوا كتاب، هاي اول مؤامرة بالكوفة صارت بعد هلاك معاوية والحسين وين؟ مكة. كتبوا اجتمعوا ودوا المكاتبة مالتهم، وبعدين هم ودوا مكاتبة اخرى، وقامت الكتب تطرى على الحسين بن علي بن ابي طالب سلام الله عليه حتى بلغ عنده 12,000 كتاب. قد بايعوا السبط طوعا منهم ورضا وسيروا صحفا بالنصر تبتدروا اقدم فإنا جميعا شيعة تبع وكلنا ناصر والكل منتظر. اقبل وعجل قد اخضر الجناب وقد زهت بنظرتها الازهار والثمر. زين ولما قامت تجي الكتب للحسين ورواية اكو ملأ خرجين من الكتب. الحسين عارف اهل الكوفة لكنه اذا ما يودي لهم رسول معناه راح يصير لهم الحجة، الحجة عند الله يوم القيامة. فحينئذ هم يكتبوا له اقدم اقدم الينا لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق. صار الحسين يودي رسوله مسلم بن عقيل سلام الله عليه، رسول حسين ونعم الرسول اليهم من العترة الصالحة. مسلم ابن عقيل يمثل الحسين بن علي سلام الله عليه. ارجوك احنا الان مثلا عندنا في المثل يقولون الرسول دليل عقل المرسل، يعني واحد لما توديه رسول تودي واحد الى شخص اذا كان الرسول عاقل طبعا اللي موديه عاقل، واذا كان احمق هذا اللي موديه هم احمق. لان الانسان شلون ينعرف؟ ينعرف يوب كتابته يوب رسوله. اذا كتب لك فد كتاب وقرأته شوفه فد كتاب حكيم فد الفاظ حكيمة اعرف ان الكاتب جاي يعبر عن نخالة رأيه، حتما الكاتب مع الكتاب هو يعني مفكر ويفهم. وكذلك الرسول لما رسول افرض يجيك هذا عن شخص وشوف عاقل متزن تعرف ان هذا اللي موديه كذلك. مسلم بن عقيل رسول الحسين ايش كبره مسلم بن عقيل، يمثل الحسين في جميع الادوار وجاء الى الكوفة وقام بوجوه الحل. بالواقع ان شاء الله باكر بالنهار نبين تفصيل القضية في مسلم.
تصور انه هذا يجي الكوفة. الكوفة هواية كبيرة. كبيرة الكوفة. لان يومئذ المؤرخين يقولون العدد التقريبي لنفوس الكوفة كان 1,000,000 نسمة. 1,000,000 نسمة. فيودي مسلم بن عقيل الى هذا الجمع المتكاثر وعمره 38 سنة. ها؟ ويومئذ الكوفة بها فلاسفة وبها شعراء وبها علماء وبها ادباء. ويرضخون لرجل شاب وفيهم المشايخ وفيهم اصحاب علي بن ابي طالب مثل حبيبنا مظاهر ومثل مسلم بن عوسجة وعابس ابن شبيب الشاكري وغيرهم شخصيات كبيرة بالكوفة. والحسين يودي مسلم الى هالشخصيات والمختار كان موجود ويرضخون الى بالحكم. مش كبر مسلم بن عقيل ورسول الحسين ويكتب له أرسلت إليكم أخي وثقتي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل وإنه إن كتب إلي باجتماع ملائكم وذوي الحجة على ذلك فإني أقدم إليكم قريبا إن شاء الله تعالى. وما عين بالكتاب ماله الوظائف اللي يقوم بها مسلم ما عينها الحسين. يدري أن مسلم على كفاءة على كفاءة. ومرت على مسلم 64 يوم بالكوفة. 64 يوم. لانه الحسين لما وداه طلع من مكة في النصف من شهر رمضان ووصل للكوفة يوم الرابع من شوال. ظل شوال كله وذو القعدة وثمانية من ذي الحجة. لان كان مقتل مسلم يوم 8 من ذي الحجة. وعلى رواية اخرى انه سار يوم 8 وبات ليلة في دار طوعة وقتل يوم عرفة. على كل حال هو ليلة واحدة بات بدار طوعة. وانت لما تدرس يعني تاريخ الكوفة تشوف التاريخ هواية عجيب. عجيب يعني. سفير الحسين يوصل الى القطر الكبير ويبايعوا 18,000 على الموت. على الموت يبايعوا 18,000 واحد. واخيرا واذا ثاني يوم لما يطبع عبيد الله بن زياد ويمن الناس بالاموال ويخوفهم يصعد على المنبر ان اميركم يزيد امرني بالاحسان الى محسنكم والتجاوز عن مسيئكم وان ازيد في عطائكم 100 100 وان اضع السيف في رقاب الذين يخالفوني. واذا القضية انفض الناس عن مسلم بن عقيل. واذا مسلم بن عقيل اللي مبايع 18,000 واحد رواية ورواية اخرى 80,000 واحد. واذا اخيرا ثاني يوم ماكو واحد يدلي على الطريق. سفير الحسين ما حد يدلي على الطريق. ايش معنى؟ ليش؟ شنو السبب؟ يعني الكثرة الكاثرة طبعا ذول غرتهم الاطماع. واما اهل الايمان ذول اصبحوا اقلية ذول ما يقدر يقوم بهم. لهذا مسلم صرفهم عنه ريثما تتبدل الاوضاع وتعود الامور الى مجاريها. هل لي الرواية انه الليلة الثانية يعني يوم اللي ثاروا بات مخذول في تلك الليلة خرج من المسجد لم يجد احدا يدله على الطريق. لان الطرق العامة الكبيرة طبعا رقب بها وشرطة بها. لعبيد الله بن زياد وجه لك الشرطة بالطرق العامة. فصار مسلم يسلك بعض الطرق اللي هي مو رئيسية ما بها رقب لعله حتى يطلع من الكوفة الى ان وصل الى دار طوعة. الى دار طوعة المرأة هاي الطاهرة هذه واقفة على بابها. واقفة على بابها تنتظر ولدها. ابنها طالع مع الناس وهذه واقفة. وقد اثر به العطش اقبل اليها مسلم وقف على الباب. امت الله هل لك ان تسقيني ماء؟ هل لك ان تسقيني ماء؟ دخلت الى الدار اخرجت له ماء شرب راحت رجعت الاناء مع الماء. مسلم جلس على الباب جلس. اقبلت اليه قالت يا هذا الم تطلب ماء؟ قال نعم. قالت قم الى اهلك عافاك الله. قم الى اهلك. ما اجابها
مرة أخرى قالت قم إلى أهلك، لم يجب. بالثالثة قالت له لا أحل لك الجلوس على باب داري. مسلم مسلم وقف يم باب طاعة يدير الأفكار، خجلان راسه من الكساية والدمع نثار، وطاعة تقلش حاجتك من وقفتك هاي، قالها ومغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان انا بالله ده طلعي لي شوي ماي، جابت الماي وشرب مني وقف محتار، قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت الاجناء، كنك جليل وشافتك يا شهم تنهاب، لعلك دروح القمر غرايا والنجم دا، روح بعجل لحلايك قبل ما يظلم الليل، واقف تفكر والدميع بخدودك يسيل، ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجيل، قالها غريب ولا اهايال عندي ولا دا، قالت هلك في وين، قالها في المدينة، وعنا ارتحلنا والدهار جاير علينا، عمي علي ومسلم انا اللي ذكرونا، مخذول ومسيت ببلدكم مالي انصار، قموك من القصر اذا وثقوك فهل سلمت. يا الله نسألك وندعوك بمحمد وعترته الطاهرين، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، وفقنا لمراضيك يا الله، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. المؤسسين لهذا المأتم تقبل أعمالهم، وإلى أرواح المؤمنين جميعا رحم الله.